كابتن حسام حسن كان ليه تصريحات مهمه منذ ايام حول انه بعض الناس بتقول ان المباراتين او التصفيات بشكل عام هي سهله جدا، وسهل جدا الكابتن حسام ومنتخب مصر يصعدوا لكاس العالم، راي حضرتك ايه؟ لا طبعا هو ما يقصد يعني هذا المعنى طبعا حسام حسن، لكن هو المشوار في حد ذاته، خلينا نتكلم بواقعيه، المشوار في حد ذاته مش صعب قوي، لكن ما فيش حاجه مش صعبه في الكوره وما فيش حاجه سهله في الكوره. وخلينا نتكلم بمنطقيه، يمكن المنافس في المجموعه دي كلها هو بوركينا فاسو، فبالتالي المباراه اللي جايه مهمه جدا. المكسب ضد بوركينا فاسو بيقربك كتير للتاهل. الناس عاوزه يمكن تقول ان تصفيات يعني في الوقت القادم يعني او في الوقت الحالي هي تعتبر سهله، لان انت دلوقتي هيبقى في 9 منتخبات موجوده، تمام؟ هيبقى في 9 منتخبات الاول المجموعه، فمن هذا المنطلق الناس بتقول ان هي سهله، لكن ما فيش حاجه سهله يعني. لكن انا بقول ان الفوز القادم على بوركينا فاسو يعني له ايجابيات كثيره جدا، سواء في وصول منتخب مصر ان شاء الله لتصفيات كاس لنهائي تصفيات كاس العالم ان شاء الله، او في نفس الوقت زي ما بقول هي اول يعني مباراه رسميه لحسام حسن، فهتبقى مهمه جدا، وبالذات احنا شفنا في حاله قلق وبعد البطوله الوديه اللي حصلت، لكن الفوز في المباراه القادمه ان شاء الله هيبقى له عامل ايجابيه كثيره جدا ان شاء الله. عظيم.